يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل: قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها: مثل ما قال الأول. ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي.
ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، ورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت موسى، فقال: ما صنعت؟ قال: فرضت علي 50 صلاة. قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجعت فسألته، فجعلها 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10. فأتيت موسى فقال: مثله، فجعلها 5. فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 5. فقال: مثله. قلت: فسلمت، فنودي: إني قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10.
كمل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. أصل الإسراء هو السير بالليل، ومنه قول القائل: عند الصباح يحمد القوم الصورة. الصورة يعني السير بالليل. والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيره صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه أي أن الله جل وعلا أسرى به، أي أسراه يعني من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، وهذا ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكذلك هذه الأحاديث دلالة على ثبوت قضية الإسراء. إذن هذه قضية لا يختلف فيها، وإنما الاختلاف بين أهل يعني الاختلاف بين العلم: هل كان الإسراء بالروح والجسد، أم أنه كان بالروح فقط دون الجسد؟ هذا قد يختلف فيه البعض. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإسراء كان بالروح والجسد، لأن الله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الروح والجسد. ثم إن كان يعني لو كانت قضية الإسراء هي رؤية عين، يعني لماذا أنكر عليه المشركون هذا الإنكار؟ لماذا أنكر المشركون على لو كانت المسألة هي رؤية؟ إنسان قد يكون نائما ويرى نفسه في مشارق الأرض أو في مغاربها، وحين يقص الرؤية لا تنكر عليه ذلك، لكن يعني علمنا يعني يقينا أن قريشا أنكرت ذلك أشد الإنكار. فلو كانت المسألة هي رؤية عين، يعني رؤية رآها، لما كان هناك إنكار. قد يقول يعني قائل: طيب وما تفعلون في قول الله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن؟
طيب ما هذا ليس ما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هذه يا رؤيا عين النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل شيء بعينه وليست الرؤيا التي هي يعني رؤيا منام. بعض يقول ان الإسراء كان مرة بالجسد ومرة يعني مرة في اليقظة ومرة في المنام، لكن هذا يحتاج الى دليل. نعم، إذن الصحيح الثابت ان الإسراء كان بالروح والجسد، ولذلك في طريق يعني ثبت عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه ببعض من قوافل قريش واخبرهم به. نعم، وكذلك لما سألوه عن المسجد الأقصى، نعم، لحين عاد واستغربوا جدا، فسألوه أن ينعت لهم المسجد، والحديث عند البخاري وهو من عند البخاري وليس متفقا عليه، لكن هو عند البخاري، يعني رفع له المسجد صلوات الله وسلامه عليه كأنه ينظر إليه، فصار يحدثهم وهو ينظر إليه. إذن هذه يعني الأحاديث كلها تدل على أن القضية كانت قضية يعني كانت بالروح والجسد وكان مسيرا، وليس هذا بغريب في على وهذا بمستبعد عن قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذن يعني فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. طيب هذه قضية الإسراء، طيب ارتبط بقضية الإسراء قضية المعراج، ويعني جاءت الإشارات في القرآن، يعني قضية الإسراء جاءت واضحة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولذلك لا يختلف العلماء في حدوث الإسراء، لكنهم كما ذكرت لكم قد يختلف البعض في هل كان يقظة أم مناما بالروح أم بروح الجسد، وذكرنا القول الصواب في هذه المسألة. لكن قضية المعراج يعني هذه تلت الإسراء المعراج، والمعراج أصل المعراج هو آلة العروج، والعروج في اللغة بمعنى الصعود، ومنه قول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العروج يعني بمعنى الصعود. فأصل المعراج هو الآلة التي يصعد بها، وسمي به الحدث، وهو العروج بالنبي أي الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، إلى السماء السابعة، حتى أنه رفع لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ومستوى يسمع فيه صريف الأقلام يعني يسمع أقلام الملائكة وهي تكتب الأقدار التي يمليها الله سبحانه وتعالى. فقضية المعراج قضية أيضا يعني جاءت الإشارات إليها في كتاب الله عز وجل، إشارات، لكن لم تأتي قد لم يأتي ذكرها صريحا. نعم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه كانت إشارات لهذه القضية، لكنها لم تأتي صريحة في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنها جاءت صريحة في السنة الصحيحة، والقرآن والسنة كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فهمنا أيضا قضية المعراج، في الإسراء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني قيد له دابة تسمى البراق، والبراق مشتق من البرق، لعظم سرعته. نعم، وهذا ليس له نظير في حياة البشر، يعني ليس هناك دابة الآن تفعل ذلك. هو يعني يضع يعني 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 حوافره في منتهى بصره، يعني حيث انتهى به البصر يضع يقدميه، وهذا ثابت يعني عن النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وأما المعراج فلم يذكر هنا الشيء الذي عرج به، لكن الله جل ورفعه سبحانه وتعالى مع جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وعلمنا أيضا من الأحاديث كيف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في معراجه يعني وثق هذه القضية برؤيته الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فالتقى مع آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى، والتقى يعني في السماء الثانية بيوسف، والتقى في السماء الثانية بعيسى ويحيى، والتقى في السماء الثالثة بيوسف، والتقى في الرابعة بإدريس، والتقى في الخامسة بهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتقى في السادسة بموسى صلى الله عليه وسلم، والتقى في السابعة بأبيه الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رفع كذلك حتى يعني ورفع له البيت المعمور، والبيت المعمور هو بيت في السماء حيال الكعبة كما ثبت بذلك النصوص في الصحيح. كما أن وكان ومن حكمة الله جل وعلا أن يعني كما جعل بيت في الأرض يعظمه المؤمنون ويعظمه أهل الأرض وهو بيت الله الحرام، جعل حياله كذلك بيت في السماء تعظمه الملائكة وهو البيت المعمور. وجاء ذكر البيت المعمور في القرآن أيضا، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. نعم، والبيت المعمور جاء هنا تفصيله في الحديث، هو بيت حيال الكعبة في السماء. نعم، يعني يطوف به أهل السماوات كما يطوف أهل الأرض، فيجتمع أهل السماوات والأرض في هذه العبادة العظيمة وفي تعظيم حرمات الله عز وجل، لكنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني كل يوم يطوف به 70,000 ملك ولا يعودون له ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحان، كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة. إذن فهمنا قضية الإسراء وقضية المعراج، وهذه القضية هذه الرحلة العظيمة كانت يعني أولا هي من آياته صلوات الله وسلامه عليه، هي من آيات النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل طيب ما هو الآن في الطائرات، الآن الطائرات الآن ممكن تذهب فيها وتعود إلى بيت المقدس في خلال ساعة، كان في ذاك الوقت طائرات؟ ما كان لا يوجد مثل هذا. رحلة كانت تستغرق شهرا في على يعني خيلهم وعلى بعيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ذهب وعاد فيهم. ثم ذكرت هذا في الإسراء، طيب فكيف العروج إلى السماوات العلى؟ كانت هذه الرحلة بمثابة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبمثابة تثبيت له، لأنه يعني كانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكذلك وفاة أبي طالب. وطبعا يعني بوفاة أبي طالب كان يحوط النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان ينصره. وخديجة رضي الله تعالى عنها علمنا يعني دور خديجة رضي الله تعالى عنها في تثبيت النبي صلوات الله وسلامه عليه والوقوف معه، ويعني كانت واسته، كانت نعمة الزوجة ونعمة يعني المرأة لزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت هذه الرحلة بمثابة التسلية وتسلية مصاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومثابة تثبيت له. طبعا يعني هذه الرحلة أيضا كانت فتنة لبعض الناس، يعني حين أخبروا بذلك، ولذا قال جل وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فتن بعض الناس بها، لكن الكبار والأثبات من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه نال درجة الصديقية العظيمة، الذي أكبر صديق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. بماذا؟ بهذا الموقف حين أخبروا أبا بكر
فقال لو إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال إن كان قد قال فقد صدق، فإني أصدق في أبعد من ذلك في خب السماء. فهنا كان بهذا الموقف نال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر هذا اللقب العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كانت لهذه الرحلة مقدمات حتى يتهيأ النبي صلوات الله وسلامه عليه له. وهذه المقدمات هنا ذكرت في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أولا أنه يعني فرجع قال في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا طبعا لن أقرأ الحديث لأن قراءة الحديث مش حتى الوقت لن يسعني، لكن أقف معكم يعني في بعض الوقفات منها. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل. طيب وهنا فرج عن سقف البيت، إذن القضية بدأت من سقف بيته صلوات الله وسلامه عليه. وكذا ثبت من حديث أم هانئ في صحيح مسلم. طيب والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. فهنا المسجد الحرام هنا يطلق على إيه؟ يطلق على مكة كلها. ولذلك العلماء يقولون مكة كلها حرام. لماذا؟ لأنها هكذا، لأنها هي كلها المسجد الحرام. نعم. فالمسجد الحرام يطلق على المسجد، ويطلق على كذلك على يعني على الحرم. نعم. وكانت بداية القضية، ومن العلم يقول كانت بداية القضية من البيت، ثم كذلك انتقل إليه إلى المسجد الحرام، ومنه انتقل إلى المسجد الأقصى. طيب لكن قدم لذلك بشق صدر النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وثبت يعني ثبت أن شق الصدر هذا كان بمثابة يعني غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاع حظ الشيطان منه، وانتزاع حظ الشيطان منه، وهي مضغة سوداء. نعم. وهذه هي التي يتسلط بها الشيطان على بني آدم. نعم. فانتزعت من النبي صلوات الله وسلامه عليه، بفتح الطاء، ثم جاء بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا. فلما نزع منه المضغة السوداء التي حظ الشيطان، نعم، ملئ صدر النبي صلوات الله وسلامه وحشي حكمة وإيمانا. طب الحكمة والإيمان معاني وليست أشياء إيه؟ ليست أشياء حسية. نعم. ولكن لا مانع هنا لا مانع أن تنقلب أن يقلب الله جل وعلا بعض المعاني أشياء حسية. يعني كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبش أقرن له قرون. ثم قيل يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هو الموت. وثم يقال يا أهل النار هل تعرفون؟ يقول نعم هو الموت. ثم يصبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. إذن في قدرة الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حدثتي نعم. هنا في هذه الحادثة يعني هل كانت هذه الحادثة مرتين شق صدره هو في الصغر، وشق صدره كذلك وهو كان يلعب مع الغلمان صلوات الله وسلامه عليه، وشق صدره كذلك حين يعني قبيل هذه الرحلة العظيمة في يعني اللي رحلة الإسراء ثم العوج به إلى السماوات العلى. قال ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. طبعا الأحاديث الصحاحة التي وردت ذكر قضية إيه؟ مباشرة قضية المعراج. طيب وقضية الإسراء ثابتة،
ثابتة في القرآن. إذا القرآن أثبت قضية الإسراء والمعراج والأحاديث أثبت قضية المعراج، والقضيتان كانت في حديث يعني كانت مرتبطان ببعضهما البعض. فأسر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه للدلالة على مكانته وعلى تقدمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى فضله على الأولين والآخرين، صلى بهم إماما ثم عرج به بعد ذلك إلى السماوات العلى. إذن الحديث هنا اهتمت بقضية طبعا هناك أحاديث في غير الصحيح عند أهل السنة هي صحيحة أثبتت فيها قضية قضية الإسراء. إذن قضية الإسراء ثبتت في القرآن وكذلك في السنة، وقضية المعراج أشير إليها في القرآن كما ذكرنا في سورة النجم، لكنها فصلت هنا في يعني في الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم وعند غيرهما. قال فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لقازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إلي بالاستفهام؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين أسودة وعلى يساره أسودة، والأسودة جمع سواد كأزمنة جمع زمان، والأسودة هي إيه؟ هي صورة أشخاص، نعم هي يعني أشخاص حول عن يمين أسودة وعن يسار أسودة يعني أشخاص أناس، نعم نعم. قال فإذا رجل قاعد على يمين أسودة وعلى يسار أسودة، وأسودة جمع سواد، والسواد اللي هو إيه؟ حين يبدو لك سواد بعيد يعني شخص من بعيد. إذا نظر قبل يمينه ضحك، إذا نظر قبل يمينه يعني جهة اليمين ضحك صره، يعني من على يمينه أي آدم عليه الصلاة والسلام، وإذا نظر قبل يساره بكى عليه الصلاة والسلام. نعم وطبعا وجاء تفسير الأسودة عن اليمين والأسودة عن الشمال، هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار صلى الله عليه وسلم والعافية، وكلهم من بني آدم. نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم فمن ذرية آدم من أهل اليمين وهو هؤلاء أهل الجنة، فكان إذا نظر إليهم ضحك، وإذا ومن ذرية أسودة وهم أهل الشمال عن شمالي. نعم وهؤلاء هي نسب بني كما ذكر. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو فقط آدم وإبراهيم هم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وأما باقي الأنبياء هم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. نعم قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشمالي نسم بني. نسم جمع نسمة، والنسمة هي الروح، يعني نسم بني أرواح بني، وهذه الأسودة التي رآها عن يميني وعن شمالي. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. إذ فإذا نظر عن يميني ضحك، وإذا نظر قبل شمالي بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازيني افتح، فقال له خازينها مثل ما قال الأول، يعني من معه؟ قال معي محمد. قال وسلي فقل نعم. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم. هنا في هذه الرواية رواية أبي ذر، نعم لم يوضح يعني تحديدا المكان الذي التقى فيه بكل النبي، لذا قال فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. طبعا الرواية التي الرواية الثانية حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه ذكر فيها إيه؟ تحديد الأنبياء، وأن إبراهيم عليه السلام كان في السماء السابعة. والجمع بين هذه الرواية وبين يعني أنه يقول هنا وإبراهيم في السماء يعني السادسة، ولكنه في رواية مالك بن صعصع أنه رأى في السماء
السابعة، دلالة على أنه يعني والصحيح بأنه رواية مالك ابن صعصعة فيها تحديد أكثر من رواية أبي ذر، لأنه ذكرها إجمالا، ولذلك التحديد الوارد في مالك ابن صعصعة هو المعتمد، وهو أنه التقى بإبراهيم صلوات الله وسلم عليه في السماء السابعة. طب قد يقول قائل طيب ما يعني هذه روايتان. نعم، دائما العلماء قد يكون الغفلة ليست يعني حين تنسب الغفلة لا تنسب للصحابي، وإنما تنسب لمن؟ تنسب لما بعد الصحابي. نعم، إذا قد يقول هذا اختلط عليه، اختلط على الراوي الذي روى عن الصحابي، لكنه في حديث مالك بن صعصعة أنه جزم بذلك يعني يقينا بأنه في السماء السابعة. قال أنس فمر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، وإدريس في رواية مالك بن صعصعة رأى في السماء الرابعة. نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إدريس، والله جل وعلا يقول عن إدريس ورفع واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، ومكانا علي هو مفسر بأنه السماء الرابعة. نعم، في رواية مالك بن صعصع. ثم مررت بعيسى، ثم يعني فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى صلوات الله وسلامه عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب وهو الزهري فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية رضي الله عنهما كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صيف الأقلام. حتى ظهرت ظهورنا بمعنى إيه؟ بمعنى العلو، يعني علوته. ومن قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فالظهور هنا بمعنى العلو. حتى ظهرت لمستوى، اللام هنا لام العلة، يعني علوته حتى أشرف على مستوى أسمع في صريف الأقلام. صريف الأقلام اللي هي الأقلام التي بأيدي الملائكة حين تكتب أقدار الله عز وجل، وهي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع إلى مستوى لم يسبقه إليه أحد، ولا الخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لم يذكر هنا يعني وقال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن حزم أبو بكر بن حزم، نعم، يعني الذي جاء له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدياد. وأنس بن مالك قال النبي صلى الله وسلامه عليه ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، شطر بمعنى النصف، يعني بدل 50 صارت 25. فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع يعني شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى بعد أن كانت 50 هي 50 وهي 50، لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في العدد و50 هي في الأجر، لا يبدل القول لدي. نعم، فرجع. وهنا الحديث هنا يوافق القرآن، يعني في 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 سورة قاف، نعم، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فرجعت إلى موسى بعد 5 فقال راجع ربك، فقلت استحييت من يمن ربي. طبعا من تقدير الله عز وجل أن يلتقي موسى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم،
طب ولماذا لم يفرضها الله جل والله جل هو الذي قدر كل ذلك؟ لكن القصة دي اللي حدثت مراجعة موسى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجع رب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يخفف عن أمتي. طبعا يعني في هذا بيان لمكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تمام، وبيان يعني لأنه كيف يشفع والله جل وعلا يجيبه في ذلك، تمام. ولذلك الشفاعة يعني قدر الله جل وعلا الشفاعة حتى تظهر مكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه، الشفاعة العظمى بين الخلائق كذا، ويعني ويظهر حظوة النبي صلوات الله وسلامه عليه عند ربه تبارك وتعالى. لذا قال جل وعلا ويعني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو يعني في قول جماهير أهل العلم هو شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه للخلائق، أن يأتي الله جل وعلا الفصل بين الخلائق وغيره من الشفاعة، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه في من استوجب النار من عصاة الموحدين في خروجهم من النار. هذه المراجعة بين موسى صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خفف على أثناء الصلاة إلى 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 خمس صلوات. طبعا موسى صلوات الله وسلامه عليه عانى من بني إسرائيل، نعم، فلذلك لما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني نصحه بذلك، قال إني أنا أعلم بالناس منك، لأنه خاض مع بني إسرائيل وهي أمة عناد واليهود قوم بهت، نعم، فعانى منهم موسى صلوات الله وسلامه عليه معانا، لذلك نصح النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، فخفف الله عز وجل فيض. لكن هنا أيضا في بيان مكانة الصلاة، وأن الصلاة لم تفرض كغيرها من العبادات في الأرض، وإنما فرضت في السماوات العلى للدلالة على مكانتها. ولذلك الأحاديث أيضا جاءت ببيان مكانة الصلاة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وكذلك قال عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن الصلاة لها مكانة ولها يعني أهمية ليست كغيرها من العبادات. لذا قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني كتبت يعني فرضت عليهم، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص بالقتلى، كتابا موقوتا يعني مؤقتا بأوقاتها. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي يعني شجرة في يعني في الجنة، سميت بسدرة المنتهى لأن ما فوقها ينتهي إليها وما تحتها ينتهي إليها، يعني هي إيه؟ حد فاصل، فما فوق لا يتعداه وما تحتها لا يتخطاه إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه، نعم. لذا قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، نعم. ويعني ولقد وهذا يعني بيان لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى من الألوان، نعم. لذا قال وغشيها ألوان لا أدري ما هي، نعم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وهي وهذه اللفظة كثير من العلماء كما ذكر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي يعني رحمه الله تعالى، هذه اللفظة يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنها تصحيف يعني خطأ، والأصل أنها جنابز، فإذا فيها جنابز اللؤلؤ وجنابز اللؤلؤ، الجنابز جمع جنبزة، والجنبزة هي القبة،
أي فإذا فيها القباب اللؤلؤ، يعني القباب في الجنة الخيام هي من يعني من اللؤلؤ، فإذا فيها جنابز اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك يعني تراب الجنة هو مسك يعني رائع له رائحة المسك، وإذا ترابها المسك، والمسك معروف العطر الطيب. حديث في حديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وإحنا ذكرنا بأنه لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هي القضية بدأت من بيته وكذلك وإلى المسجد الحرام، إذن يعني لا خلاف بين هذا وبين ذاك. وقوله بين النائم واليقظان، نعم، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، يعني بين لا هو نائم ولا هو يقظان، لكن بعد ذلك كان في بداية القضية، لكن بعد ذلك القضية كانت في اليقظة تماما كما ذكرنا الأدلة على ذلك. فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا، فشق من هنا بقى في تفصيل، فشق من النحر إلى مراق البطن. إلى مراق البطن، أصل مراق مراقق، وهي إيه اللي هي أسفل الجلد الرقيق أسفل البطن والجلد، نعم. فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملي حكمة وإيمانا صلوات الله وسلامه عليه. وأوتيت بدبة، وهذا في تفصيل للدبة أيضا هنا، وأوتيت بدبة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، سمي البراق لأنه مشق من البرق لسرعته. إذن في هذه الرواية تفصيل عن الرواية السابقة. فانطلقت مع جوي حتى أتينا السماء الدنيا، نعم. وهنا أيضا في هذه هنا يعني ذكر هنا تحديد موضع الأنبياء، آدم في السماء الأولى، وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء الثالثة، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في السماء السابعة، وكلهم يسلمون على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا أن آدم وإبراهيم قالوا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل هذا، فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا لي آخر ما عليهم. ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر. والنبق شجر النبق معروف، شجر النبق، نعم. ويعني كأنه قلال هجر، هجر ده موضع قريب من مكة، نعم، وليس هجر البحرين كما يقول العلماء، وهي يعني مشهورة بصنع القلال. القلال جمع قلة، والقلة سميت قلة التي هي إيه؟ التي الإربة التي يوضع فيها الماء الكبيرة، سميت قلة لأنها تقل وتحمل. إذن في هذا الموضع كان يصنع فيه إيه؟ كان يصنع فيه القلال. قال فإذا نبقها كأنه قلال هجر، هجر اللي هي موضع قرب مكة، نعم، وورقها كأنه أذان الفيلة. وصف كذلك هنا، هذا توثيق للقضية، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم للشجرة والورق الشجر، وكأنه أذان الفيولي، الفيول نعم يعني اللي هي يعني جمع فيل، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، يعني من سدرة المنتهى، نعم، هذه الشجرة العظيمة، نحن ذكرنا أنها سمية بذلك لأنها ما فوقها ينتهي إليها وما تحتها ينتهي كذلك يعني إليها، لا يتعدها. ففيها عندها أربعة أنهار، نهران في الجنة، نعم، ونهران في الدنيا. أما النهران في الدنيا فهو النيل والفرات، وهذه في فضيلة النهر النيل والفرات، وأن أصل هذه الأنهار هو من إيه؟ من الجنة. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت على حتى جئت موسى، وصار المراجعة حتى يعني جعلها، قال قلت جعلها 5، فقال مثله، يعني مثله في المراجعة. قلت فسلمت، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10، لذلك هي 55 في الأجر.
حديث ابن عباس عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا، رجلا آدم يعني أسود، طوالا يعني طويل، نعم، جعدا، جعد جعودة الشعر اللي هو ايه الشعر المتكسر، تمام، مش تعرف الشعر الأكرت هو ده، جعد، جعد الشعر ايه الذي ايه الذي يعني لا ينساب. وهذه صفة موسى صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رأيت ليلة أسرى بي موسى رجلا آدم يعني أسود طوالا طويل جعدا، جعدا يعني في جعودة الشعر، يعني تكسر الشعر، كأنه من رجال شنوءة، شنوءة قبيلة من قبائل قحطان، كأنه من رجال شنوءة في اللون الأسود، وقبيلة كانت تعرف بذلك، وهي من قبائل قحطان من قبائل العرب. ورأيت عيسى صلى الله عليه وسلم رجلا، هنا هذه الصفات توثيق لإيه؟ توثيق لقضية، وفيها وصف وفيه زيادة علم بصفة الأنبياء، فوصف موسى قال: ورأيت عيسى رجلا مربوعا، والرجل مربوع اللي هو إيه؟ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، هو وسط، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، ربعة يعني إيه؟ يعني ليس بالطويل ولا يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو طويل عليه الصلاة والسلام ولا هو قصير، كان ربعة صلوات الله وسلامه عليه، نعم. ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبيض، مربوع يعني وسط، مربوع يعني وسط بين الحمرة والبيض، سبط الرأس، سبط الرأس هنا سبوطة، سبط الرأس يعني شعره إيه؟ شعر مرسل ناعم، يعني بخلاف موسى صلى الله عليه وسلم عند يعني جعد، جعدا، نعم. قال: ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. إذا قول ابن عباس هنا يعني هذا الحديث هذا يقول كأنه مفسر لقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب، في سورة السجدة، السجدة حاميم السجدة، ولقد آتينا موسى، استغفر الله، في سورة ألف لام ميم السجدة، لأن حاميم السجدة سورة فصلت، لكن ألف ميم، ألف لام ميم السجدة هي سورة السجدة التي عنونا بذلك في القرآن. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. إذن ابن عباس يرى فلا تكن في مرية من لقاء، يرى أن اللقاء هنا تم فين؟ حين عرج به إلى السماوات العلى، نعم. لذا قال: رأيت ليلة أسرى به موسى. إذن هذا تفسير لقول تعالى فلا تكن في مرية من لقائه. طب موسى عليه السلام يعني حين نزل هذه الآية كان موسى عليه السلام يعني ميتا، يبقى التقى به خارج الدنيا حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسرى به فصلى بهم، وكذلك التقى به أيضا في السماوات العلى. حديث ابن عباس عن مجاهد، مجاهد ما هو مجاهد يروي عن ابن عباس، مجاهد من أصحاب ابن عباس، مجاهد ابن جبر، قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال أيضا في هذه الرحلة. إذن في هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال ووصف وقال مكتوب بين عينيه كافر، نعم. والدجال يعني كما جاء بذلك الأحاديث، الدجال هو الرجل الذي سيكون فتنة عظيمة، هو على أعظم ما يكون الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانه الآن أنه موجود في بحر العرب، وبحر العرب اللي هو البحر اللي بين إيه؟ بين اليمن وبين وبين إيران، يعني في هناك مكانه غير معلوم للناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في بحر العرب. الحديث الجساسة التي وردت في صحيح، التي ورد حديثها في صحيح مسلم. واحنا مش هنتكلم الان لان لن نتكلم على الدجال، لكن الدجال له فتنته عظيمة، وياتي ان شاء الله جل وعلا تفصيل الاحاديث بعد ذلك فيه. لكن مثلا ما هو مكتوب بين عينيه كافر، طبعا عيسى بن مريم حين ينزل هيقتل ايه؟ يقتل الدجال. فقال ابن عباس: لم اسمعه لكنه قال: اما موسى كأني أنظر إليه إذ حضر في الوادي يلبي، في الوادي يلبي حول إيه؟ حول البيت، يقول لبيك اللهم لبيك، أي بشريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
التلبية لم تكن في شريعة موسى، إنما كانت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حضر إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى، إذا حضر من الوادي يلبي على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة آخر حديث الباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا هو رجل ضرب، ويعني رجل ضرب يعني ضرب يعني رجل نحيف خفيف اللحم، نحيف يعني مش ليس بالسمين. نعم. وإذا هو رجل ضرب، ضرب يعني يعني قليل اللحم خفيف اللحم، نعم، ليس بالسمين، رجل ضرب يعني يعني ضرب رجل ضرب يعني يعني رجل رجل يعني يعني يترجل يمشي يعني، كأنه من رجال شنوءة. وعلمنا رجال شنوءة في اللون، في اللون اللون الأسود. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، ربعة أحمر، ربعة اللي هو إيه؟ ربعة يعني بين ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر كأنما خرج من ديماس، استغفر الله، كما خرج من ديماس، والديماس اللي هو إيه؟ الحمام. نعم، لأنه العرق مثل اللؤلؤ للمسيح صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على نضارة وجهه، كأنما خرج من ديماس يعني يدل على نضارة وجهه والبياض والحمرة التي تعلو وجه المسيح صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أشبه ولدي إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، يعني وأنا النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذا من فضل الله عز وجل، الحمد لله أن الله جل وعلا هدى نبيه صلوات الله، وهذا ابتلاء، اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاختبار. نعم، فاختار الفطرة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم، أننا الحمد لله على الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولو اختار الخمر لغوى، قال لغوت غوت يعني أمتك، يعني أصابها الهوى، صلى الله السلامة والعافية. وهذا آخر حديث الباب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.